أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عرض أهم وأبرز ما جاء في المواقع الإخبارية والصحف العربية ضمن برنامجنا كشك الصحافة. والبداية من الاستطلاع الخاص الذي يرصد رحلة الشباب اليمني عبر الحدود هروبا من الحرب إلى السعودية. ويقول موقع الموقع بوست إن المئات من الشبان قرروا المغامرة بحياتهم في رحلة الموت إلى الحدود السعودية بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فمنهم من نجح ومنهم من انتهت حياته على بعد أمتار من حلمه المشهود. يضيف الموقع: مع توسع المواجهة واشتدادها على الحدود اليمنية السعودية، توقف تهريب المتسللين عبر مديرية حرض، فحول المهربون وجهتهم إلى محافظة صعدة مع اختلاف الطرق والوسائل وزيادة أجرة التهريب. ويؤكد الموقع أن أجرة رحلة التهريب وصلت إلى 5000 ريال سعودي للمهرب عن الشخص الواحد مقابل توصيله إلى أول قرية سعودية. شاب من مديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة يروي للموقع بوست رحلته إلى السعودية، وقال إنه لن ينسى ما واجهه من معاناة وألم بدني ونفسي وخوف وفزع خلال الرحلة. إلى قراءة أحد العناوين التي وردت في موقع يمن مونيتور، والذي قال: الحوثيون يعاودون مداهمة مكتب الجزيرة بصنعاء وينهبون بقايا محتوياته. وقال سعيد ثابت سعيد مدير مكتب القناة باليمن: إن الحوثيين عاودوا اقتحام مكتب قناة الجزيرة المغلق في صنعاء ونهبوا ما تبقى فيه من أثاث ومكاتب ونقلوها إلى إحدى الجمعيات التابعة لهم. يضيف الموقع: جاء ذلك بعد نحو ساعتين من بث القناة فيلما وثائقيا مثيرا حول نهب الحوثيين لسلاح الدولة اليمنية إبان اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر وخفايا تحالفهم مع الرئيس السابق صالح. يتابع الموقع: منذ نحو عامين أغلقت جماعة الحوثي المسلحة جميع مكاتب القنوات الفضائية والصحف والإذاعات، ما اضطر الكثير منها إلى معاودة البث من خارج البلاد فيما تحتجز صحفيين وناشطين مناوئين لها. في الأسبوع الماضي وبينما كان الطلاب محتجين على عدم وصول مستحقاتهم إلى ماليزيا حيث يدرسون هناك، كان عدد منهم يتحدث ويقول: نحن طلاب لا علاقة لنا بما يحدث، يجب عليهم إرسال مستحقاتنا ولا علاقة لنا نحن الطلاب بهذا الصراع. وقد علق طالب الدراسات العليا هناك فيصل علي في موقع الموقع بوست حول مواقف زملائه الطلاب معاتبا إياهم وقال: خيل إلي أن المشكلة الحاصلة في بلدنا ليست في بلدنا، وإنما هي في البنجاب وربما في النرويج. الدولة التي سقطت هي دولتك يا طالب، والجمهورية التي أسقطت هي جمهوريتك يا ابن سبتمبر، وليست جمهورية جزر القمر ولا إحدى جمهوريات الموز. والمؤسسات التي نهبت هي مؤسساتك، وراتبك تمت سرقته من قبل الانقلاب المدعوم من إيران. نحن لا نختلق اليمن من العدم، إنما هي بلدنا التي عاش فيها شعبنا من آلاف السنين، وهي تاريخنا وجغرافيتنا التي نعرفها وتعرفنا، وهي تمر اليوم بوضع سيء للغاية إلى درجة أنك لا تستطيع العودة لتزور أمك المريضة ولا عرس شقيقك الوحيد ولا أخذ قسط من الراحة بعد عناء هذا السفر الطويل. هذا الانقلاب عمل على تدمير بلدك أنت وحاضرك أنت، ويبحث عن طريقة لتدمير مستقبلك أنت، فماذا أنت فاعل؟ إن السلبية التي تهرب بها من واجبك هي من إعادة الإمامة إلى الواجهة. قد يتهرب مسكين لا يفقه الأحداث، وقد يتهرب من لا يعرف العالم ولم يخرج ولم يسافر، لكنك أنت رأيت وسمعت وسافرت وشاهدت، فلا حجة لك. وصمتك وهروبك لا يقبلان أبدا، خاصة وأنت قد تجاوزت سن المراهقة ولم تعد طالب بكالوريوس. أنت طالب دراسات عليا، باحث ومشروع عالم متخصص في علم من العلوم، لا عذر لك، لا عذر لك. قال مراسل موقع المشاهد في مدينة إب إن الموقع تلقى مناشدات من ناشطين في محافظة إب تؤكد قيام مسلحين حوثيين في المدينة بحملة اختطافات لنشطاء ومعارضين للحوثي هذه الأيام. وقالت مصادر محلية للمشاهد إن مسلحين من جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح كثفت من حملة اختطافها لنشطاء معارضين وسط المدينة، وما زالت الحملة مستمرة. ويقول الموقع: كانت جماعة الحوثي قد اعتقلت 10 طلاب من طلاب جامعة إب صباح السبت الماضي، كما اعتقلت أحد المحامين بمدينة يريم،
واقتحمت منزل أحد تجار المدينة، وعزى مراقبون تلك الحملة إلى رغبة الجماعة في تقوية سلطتها على المحافظة. موقع الاشتراكي نت قال في صفحته الرئيسية: الميليشيات تحشد عشرات المسلحين إلى الحدود. وقال مراسل الاشتراكي نت: إن الميليشيات دفعت بعشرات المسلحين إلى الجبهات الحدودية، وكذلك تعزيزات عسكرية وتموينات بترولية وكمية كبيرة من المواد الغذائية. وبحسب المراسل، فإن مدفعية القوات الحكومية قصفت مواقع الميليشيات بوادي بن عبد الله ومداخل مدينة حرب. علق حمود هزاع حول ما بثته قناة الجزيرة في تحقيقها الاستقصائي عن السلاح اليمني المنهوب من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، وقال إن كل الدلائل تمنح الشعب اليمني مشروعية ما يقوم بها من ثورات ضد العصابات التي توالت الحكم. وأضاف في مقاله المنشور في موقع المسند: ما تضمنه العمل يؤكد ويشهد للثورة 11 من فبراير بعظمتها وبالرقي الحضاري الذي يحمله الشعب اليمني والذي عكسه في نشاطه الثوري السلمي طوال العام 2011. هذا الشعب هو من أعطى صالح ذات يوم الثقة ليحكمه ومنحه بكل حب الفرصة تلو الأخرى، وقد فشل أو تعمد إفشال تلك الفرص وتفخيخ حياتهم ومستقبلهم والكيد لدول الجوار لأنهم قدموا له كل سبل الدعم. بعد 33 عاما خرج الشعب اليمني بالهتافات والورود مطالبين الصالح بالتنحي عن المشهد وإتاحة الفرصة للشعب في معالجة كل الاختلالات التي تسبب بها ومواصلة حياتهم، وقدمت له الحصانة من المساءلة وتنازلات كثيرة لا يستحقها. وبقدر رقي اليمنيين وتسامحهم تعامل المخلوع بالنقيض من ذلك وتصرف بانحطاط وحقد. على الأنظمة العربية أن تصغي لمجتمعاتها وتتلمس هموم شبابها وأوجاعهم، وتكون للمواطن كدرجة الأب في الرعاية والحماية ليكونوا لها أكثر برا ووفاء. ونقرأ من موقع عدن تايم الذي تابع عددا من الموضوعات، منها وصول سفينتي حاويات لأول مرة إلى ميناء عدن قادمتين من جدة. وقال الموقع: رست سفينتا الحاويات في أرصفة محطة حاويات ميناء عدن، وذلك في رحلتهما الأولى إلى الميناء. تابع الموقع: ستعمل السفينتان على مناولة قرابة 2000 حاوية بين حاويات وارد وصادر السوق المحلي. ويقول الموقع إن لدى اليمن خططا تسويقية عبر شركة عدن لتطوير الموانئ تهدف إلى إقناع الخطوط الملاحية بإعادة تسيير رحلاتها المباشرة من شرق آسيا إلى ميناء عدن، والذي سيكون له الأثر الكبير في خفض تكاليف النقل البحري وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق المحلية. نذهب إلى أهم الأخبار التي وردت في موقع المصدر أونلاين. اليمن تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بقرار وقف الاستيطان. وقال الموقع إن الحكومة دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانصياع والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم الكيان الصهيوني بوقف عملية الاستيطان. وأضاف المصدر أونلاين أن اليمن رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي ينص على الوقف الفوري لاستيطان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن القرار يسهم في تعزيز السلام وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الكوليرا خطر يهدد الحياة في يمن لا تنقصه الجراح. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة الخليج وقالت: يعيش سكان اليمن منذ قرابة العامين أزمات ومشاكل جمة عصفت بحياة 26 مليون نسمة، وهناك خطر لا يقل قبحا يتمثل في الكوليرا الذي بات يهدد أكثر من 20 مليون و800 ألف هم سكان المحافظات التي اكتشفت فيها الوباء حتى منتصف شهر ديسمبر 2016.
وإذا كان 10,000 قتيل قد لقوا حتفهم جراء الحرب بحسب تقرير صادر للأمم المتحدة مؤخرا، فإن أكثر من 10,000 حالة اشتباه بالكوليرا، منها 92 حالة وفاة سجلتها منظمة الصحة العالمية، بينما ارتفع عدد حالات الكوليرا المؤكدة مخبريا إلى 156 حالة في 15 محافظة، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 7,600,000 شخص يعيشون في مناطق متأثرة بمرض الكوليرا، كما أن أكثر من 3 ملايين نازح معرضون لخطر الإصابة، لافتة إلى أن الظروف الصحية للسكان تفاقمت نتيجة نقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية. علقت صحيفة العرب الجديد عن زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى محافظة حضرموت، وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهات الميدانية بين قوات الشرعية والانقلابيين شرق العاصمة صنعاء ومحافظات متفرقة في البلاد. وقالت مصادر محلية في حضرموت للعرب الجديد إن الزيارة تأتي في ظل تقدم أمني في المحافظة ومدينة المكلا خصوصا، وكانت القوات الحكومية قد أعلنت أخيرا أكثر من مرة عن إحباط هجمات إرهابية والقبض على خلايا تابعة لتنظيم القاعدة. تتابع الصحيفة تعد حضرموت إحدى أهم المحافظات اليمنية، وهي المركز الشرقي في الجنوب مقابل عدن، وكانت بعيدة نسبيا عن الحرب الدائرة. أما صحيفة إماراتية فنقلت عن وزارة الخارجية اليمنية من عدن أنها حملت سلطات الانقلابيين في صنعاء مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في البلاد بعد استنزاف احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي والمقدر بنحو 4 مليارات دولار. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية سبأ إن لجنة وزارية مشكلة بناء على توجيهات الرئيس هادي تعمل على إيجاد الحلول السريعة وتحويل مستحقات الطلاب إلى مختلف البعثات في الخارج، والسفارة اليمنية في موسكو تبذل جهودا حثيثة للإفراج عن طالب يمني اعتقل مؤخرا في روسيا. وكذب المصدر تقارير لوسائل إعلام تابعة للإنقلابيين قولها أن وزير خارجية حكومة الإنقلابيين هشام شرف تسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الوقت الذي لا تزال تعمل في نيويورك، ووصف ذلك بالفضيحة الإعلامية، وقال إن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان ستسلم أوراق اعتمادها لوزير الخارجية الحكومة الشرعية عبد الملك المخلافي خلال الأيام القليلة القادمة. أخطاء طهران الاستراتيجية. تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء من مقاله: لم تتغير سياسة الولايات المتحدة المستمدة من الرؤية السياسية الصهيونية اتجاه العراق وإيران من حيث الجوهر، ولعل شاهد حرب السنوات الثماني بين نظامي بغداد وطهران خير مثال على ذلك، فقد كان للولايات المتحدة وحليفها آنئذ دور داعم للعراق، لكن الهدف المبطن من وراء الحرب كان تقويض مشروع القوتين الإقليميتين اللتين تشكلان خطرا استراتيجيا على إسرائيل كما توهموا آنئذ. كبير مستشاري بريطانيا في موضوع أسلحة الدمار الشامل ديفيد كيلي كشف المستور رافضا التوقيع على ما يدعم اتجاه توني بلير للمشاركة في الحرب ضد العراق، لكن ديفيد كيلي يموت موتة غامضة بعد يوم واحد من رفضه المعلن. قالت الصحافة البريطانية وجد كيلي ميتا في منزله الريفي بعد أن انتحر عندما سلم بريمر العراق لصالح مؤسسة المحافظين السياسية في إيران. كانت إسرائيل على مرمى حجر من المشهد ومؤيدة وداعمة للتدابير الأمريكية، وكأنها تتحرق شوقا لسيناريوهات التدمير التالية، ابتداء من الانشقاق الوطني المدمر في العراق، مرورا بالاستقطابات الدينية المذهبية الفاقعة في لبنان، وحتى الدمار الشامل في سوريا وما هو ماثل من دمار موازن في اليمن. في كل هذه السيناريوهات برز النظام في طهران كلاعب إقليمي لا يتورع عن التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الإقليمية العربية، وتنتشي فيه العسكرتارية المؤدلجة دينيا. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن عددا من مقاتلي وقيادات ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف سلموا أنفسهم إلى المحافظ أمين العكيمي، معلنين انشقاقهم عن جماعة الحوثي وانضمامهم إلى صفوف الشرعية،
بينهم القيادي محمد الأهنوم أحد أقرباء القيادي الحوثي سامي الملاحي المعين من قبل الانقلابيين محافظا للجوف. وقالت الصحيفة إن هذا الاستسلام جاء بعد أن وجه المحافظ دعوته لأبناء المحافظة لمغادرة صفوف الانقلابيين والعودة إلى جادة الصواب والالتحاق بصفوف الشرعية. وقال المحافظ إن مقاتلي الحوثي باتوا أكثر قناعة من ذي قبل بأن الميليشيا ليس لها مشروع غير القتل والدمار، وأن المشروع الظلامي الذي عبث باليمن أرضا وإنسانا يدفع كل ذي عقل إلى الاختلاف معه والوقوف ضده. في إيران رفضوا تزويجه فقتل 10 من أبناء العائلة، هذا ما نقلته صحيفة القدس العربي ضمن الأخبار الأكثر تداولا. وقالت إن شابا في جنوب شرق إيران أقدم على قتل 10 من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي لتلك العائلة الزواج منه بحسب وكالة مهر للأنباء. وأوضحت الوكالة أن الإيراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جيهاناباد الواقعة في منطقة نائية من محافظة كرمان، وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها 9 بينهم 3 نساء وطفلان. وأضاف المصدر أيضا أن 5 أشخاص أصيبوا في الجريمة ونقلوا إلى المستشفى، 2 منهم في وضع خطر، فيما أكد مسؤول محلي أن خلافا عائليا يقف وراء المجزرة. القلقون نيابة عن الصامتين العرب، تحت هذا العنوان كتب عاصم عبد الخالق مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في أجزاء منه: اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمحامي اليهودي المتشدد ديفيد فريدمان سفيرا في إسرائيل لن يدعم فرص السلام كما يعتقد، ولكن سيؤدي إلى عكس ذلك تماما. من شأن هذه الخطوة المتهورة أن تؤجج الصراع في الأراضي المحتلة وتزيد التوتر الإقليمي وتقوض القيادة الأمريكية في المنطقة. ما سبق ليس رأي مواطن عربي يقلقه التوجه اليميني المتشدد لمسؤولي الإدارة الأمريكية الجديدة ومواقفهم المناهضة للعرب والمسلمين، ولكنه جزء من افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعليقا على الترشيح الذي قابله العرب بالصمت رغم أنهم أكبر المتضررين منه. لم تكن افتتاحية نيويورك تايمز سوى نموذج لفيض من التعليقات والكتابات المماثلة، وتعتبر الصحيفة أن موقف فريدمان من معارضيه اليهود يوضح أنه غير قادر على التواصل مع كل الأطياف حتى داخل المعسكر الواحد، وهو سبب إضافي يجعله غير جدير بمنصب السفير. وبعد أن حذرت من خطورة نقل السفارة إلى القدس، طالبت الصحيفة مجلس الشيوخ برفض الترشيح إنقاذاً للمصالح الأمريكية ولترامب نفسه على حد قولها. بمزيد من مظاهر البهجة واستعداداً للعام الجديد، يحتفل العالم بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية متمنين بأن تكون السنة الجديدة أفضل حالاً من العام المشارف على النهاية. سنتابع معكم بعض هذه الصور الواردة في صحيفة الشرق الأوسط، نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.